كثيرا على عوائق التنمية منذ خمسينيات القرن الماضي، وفي حين ركزت الأستاذة أمنية على جانب السياسي أكثر. فبالنسبة داخل الوثائق يعني اللي كتكون ديال الخطاب الرسمي كان لمسوا فيها فعلا أنه كي يتخيل قبل ما يكون ما يصدروا واحد الحكم ديال أن المشروع التنموي، وليس أنا ما كنبغيش نسميه نموذج تنموي، ليس هناك شيء يسمى نموذج تنموي. فكاين منطلقات، كاين منطلقات فكرية. استحضر هنا كتاب للاقتصاد الهندي أمارتيا سن، تنمية حرية. كاين أيضا سمير أمين أن التنمية عنده هو القطيعة مع التبعية. كاين مسألة ديال العودة إلى المحل اللي عند ميشيل بوري. وكاين أيضا كتاب ديال ألفريد مارشال ديال المقاطعة الصناعية الإيطالية. وكاين أيضا كورنين في الأماكن الخلاقة أو المجالات الخلاقة. وكاين أنصاف الإنتاج المحلي. وهاد المسائل كلها ملي كنصححوا هذوك الوثائق فيها تقارير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كنلمسوا فعلا انه كاين واحد المساله اللي هي المقاربه الترابيه، اللي هو اللي كان من المفروض انه المشروع التنموي البلدي يركز على هذه المقاربه، لان هي اللي راها متداوله حاليا فهذا، وركز عليها ايضا الخلاصات اللي ركزت عليها في ثلاثة ديال العناصر: المدخل القانوني والسياسي اللي فيه تفويض صلاحيات كثيرة ولفاعلين كثر أيضا في مجالات ترابية اللي تفرزت في المدخل الثاني اللي غادي نطرق عليه اللي هو الجينوية المتقدمة اللي تبنات أساسا على التشخيص، كيف ما بغى يكون هذا التشخيص، المهم راه كاين التشخيص. ثم المدخل الاقتصادي اللي فيه العولمه اللي هي كتطبعوا بقوه، ولكن فيه العوده الى المحلي، تم التركيز على العوده الى المحلي مع وجود واحد الازدواج. شنو هي الازدواجيه اللي كتبان لي انا من وجهه نظري؟ هو ملي لان فاش كنقولوا العوده الى المحلي كنركزوا على جوج ديال المسائل الاساسيه، او اذا بغينا نقولوا ثلاثه. اولا اطار ترابي، يعني الاطارات الترابيه او المجالات الترابيه اللي فرضها لنا التقسيم، اللي حنا كنقولوا ينبغي ان تكون مجالات ترابيه وظيفيه اولا ثم تاريخيه. ثانيا هناك تنسيق بين الفاعلين، لان باش ينجح لنا واحد المشروع التنموي ماشي خصو يجي من الفوق، خصو ينطلق من القاعده. هذه القاعده علاش تاسس؟ ان هناك يجب أن يكون هناك أو أن تكون هناك إشكالية مشتركة بين الفاعلين باش ينخرطوا فيها. ما يمكنش السكينة تنخرط في مشروع كيفما كان نوعه إلى ما قلناش كنقسموا حول هذا المشروع استراتيجيات أرباح خسائر، ولكن أيضا الذي يتحدى يعني هذا التنسيق بمبادئ بقيم بقواعد اللي كتحكم في هذا التنسيق. وبالتالي داكشي علاش كنقولوا بلي الا بغينا ينجح لنا المشروع ديال هذه التنميه خص ما يقصيش هذيك المسائل ديالنا حنا المحلي. شنو بغينا حنا؟ شنو بغينا في الصرو يكون؟ من هنا خصني نطلق شنو بغينا يكون الصرو؟ اي صرو بغينا حنا مثلا باش يمكننا نتوافقوا حول المشروع ديال المشروع الحضري مثلا ديال لمدينه صرو كيف بغينا. ثم ثالثا هو تثمين الموارد الترابيه، وهذه الموارد الترابيه عاد كنلقاوها كثيره عاود في الوثائق الرسميه، ولكن كيفاش خصنا نشوفوا هذا التثمين ديال التعبئه وتثمين الموارد الترابيه؟ حنا بالنسبه لنا